ونستقبل مرة أخرى الدكتور أحمد رجب، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة القاهرة. دكتور أهلا بحضرتك مرة تانية، وحضرتك كنت بتتكلم إنه النهاردة عيد. نعم النهاردة عيد. ليه النهاردة عيد؟ لأني قبل 4 سنين بس كنا كأن الاقتصاد المصري مريض في العناية المركزة وعاوز يا دوب يقوم. النهاردة هو بيجري. ليه بيجري؟ وهقول ليه بيجري بالنسبة للمواطن العادي المواطن المتوسط. يعني إيه صناعة غذائية؟ في الاقتصاد يعني صناعة تحويلية، يعني أنا باخد مادة خام ما فيهاش قيمة مضافة أعمل لها قيمة مضافة وتبقى منتج نهائي، فبكسب أكتر، المصنع بيكسب والمستهلك بيستفيد لأنها تبقى أرخص. طب ده هيفيدني في أنا كمواطن عادي؟ هيفيدني من جوانب كتيرة جدا. أول حاجة لأن هو فيه صلات تشابكية أمامية وخلفية، علشان أعمل مصنع أحذية لازم أعمل زراعة ومواد ثابتة، هشغل الزراعة هشغل القطاعات الثانية. في تشابكات خلفيه اماميه علشان اعمل منتجات اغذيه اعمل نقل وهعمل تجاره جمله وتجزئه. بالظبط. خبر يعني انت بتشتغل بس الناس اللي هتشتغل في المصنع، ده في ناس قبلهم هيشتغلوا في ناس بعدهم هيشتغلوا، فكل واحد هيشتغل هناك هيسحب معاه 2 3. اول حاجه. ثاني حاجه يعني ايه صناعات غذائيه؟ يعني حاجه بتمس الامن الغذائي القومي، بتمس صحه اولادي. انا هكون مطمن لجوده العمليه وتطمني وتفرحي والمصريين كلهم يفرحوا ان في حاجات العمليه كلها بنطاق جوده عالمي، في مؤسسات دوليه بتشرف على الكلام ده، فدي حاجه تطمني، ابقى مطمن على صحه اولادي في المدارس. نعم. مطمن على صحه الاجيال القادمه. رقم 3 وده شيء غايه في الاهميه الناس يمكن بتتجاهله شويه، ان انا مش فاتح المصنع ده في القاهره يا جماعه، انا فاتح المصنع ده في السادات في قلب الريف المصري. مش انا اللي هشتغل فيه، ده اخواتنا في الريف اللي هيشتغلوا هناك. دي حاجه في غايه الاهميه. انا حرفيا النهارده ضربت كل العصافير بحجر واحد. النهارده زي ما قلت لحضرتك عيد. طب خليني اسالك يا دكتور في نقطتين، نقطة متعلقة بإن أنا كل جوانب هذه الصناعة بداية من الزراعة حتى وصول المنتج للمستهلك بتتم في مكان واحد أو بشكل محلي أو زيادة الإنتاج المحلي كده زي ما بنقول. النقطة الثانية متعلقة في التنافسية، النقطتين دول إزاي هيستفيد منهم المستهلك في إطار الأسعار؟ حضرتك بقى تشتغلي معايا، ده سؤال مهم جدا. السؤال ببساطه بتقول لي طب ايه هيفرق ايه عن المصنع ده عن المصانع الثانيه؟ هيفرق، لانه هو بيسموها في الاقتصاد اجلوميريشن ايكونوميز او اقتصادات التكتلات. لما انا بجمع مجموعه من الشركات المترقبه بحطهم في مكان واحد انتاجيه الشركات دي بتزيد، فالتكلفه بتقل، فده احسن بالنسبه للمستهلك واحسن بالنسبه للمنتج. ده اجابه السؤال الثاني، السؤال الاول. السؤال الثاني لا طبعا ده مهم جدا بالنسبه للمستهلك، عشان قلت لحضرتك حاجتين، ده حاجه تحت عين الدوله، انت طول الوقت ضامنه جوده المنتج ده، زي ما قلت لحضرتك دي حاجه في صحه اولادنا. الحاجه الثانيه زي ما قلت لك ده منتج الصناعات الغذائيه، هو من اهم المنتجات اللي افريقيا محتاجاها خلال الفتره اللي جايه، واحنا عندنا ميزه تنافسيه فيها، لان مش بس ممكن انتج للمجتمع المحلي، ده انا ممكن كمان يبقى عندي امكانيه للتصدير في المستقبل ان شاء الله، فده معناه عمله صعبه. ايه اهميه برضو يا دكتور ان انا اقلل الايد اللي في النص، السلاسل اللي في النص، ان هي تبقى سلاسل امداد اقصر لايد المستهلك؟ مهم جدا زي ما قلت لحضرتك، اول حاجه ده هيقلل من التكاليف. رقم 1. رقم 2 هيخلي العمليه تستغرق وقت اقل. المنتج يوصلك في وقت اقل، ده تكلفه كمان عليك ان انت تنتظريها. ده ان هو ورقم 3 اهم، انت كده اقرب لسلاسل الامداد العالميه، انت كده عماله تقتربي من سلاسل الامداد العالميه، ما فيهاش التشوهات اللي كانت في سلاسل امداد سابقه. ده حاجه عظيمه جدا، انت حرفيا بتزيدي اندماجك في سلاسل امداد العالميه. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور أحمد رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.